انت وليه؟ انت فاكرك انت هتعدي بعملتك دي ولا ايه؟ اطلعي لي هنا، اطلعي لي هنا يا وليه. ابعتي جوز البقر اللي انت انياهم هنا، ولا ما بعتهمش هبعت الرجاله دي يجيبوهم من قفاهم. يلا يا وليه اشهلي، ما عنديش وقت. هي دي المرجله يا حاج انور؟ جاي تتهجم انت ورجالتك على بيت ما فيهوش الا ولايه؟ ولما انتوا ولايه ايش عرفكوا باصول المرجله؟ بتتكلموا فيها ليه؟ ولما انتوا ولايه ما كفيتوش خيركوا شركوا وقعدتوا على جنب ليه؟ ما احنا ملمومين وفي حالنا، ما حدش حس بينا لحد ما جه ابنك وخبط على بابي وضحك على بنتي. السلام، ضحك على بنتك؟ بنتك اللي انت مش عارفه تربيها؟ بقول لك ايه؟ هتعملي لنا فيها خضره الشريفه؟ البنت بنتك زيك بالظبط، بس انت مره كهينه وبتعرفي الداري. اخلص قطع لسانك. انا وبناتي اشرف من الشرف، انا وبناتي اشرف منك ومن عيلتك. بقول لك ايه؟ طلعي العيلين اللي عندك جوه اللي ضربوا ابن غدر ومضوه غصب عنه على بنتك اللي دايره على حل شعرها في البلد كلها. كلمه زياده، عليا ولا على بنتي هضربك بالنار، مش هضربك بالجزمه قدام رجالتك دول كلهم. بنتي اشرف من الشرف، بنتي اشرف من البلد دي كلها. بنتي كانت كافيه خيرها شرها، وكانت قاعده جوه البيت وقافله على نفسها الباب لحد ما ابنك ضحك عليها. ما لمسهاش الا ما قال لها همضيك على ورقه جواز، ورقه جواز مضروبه يا حاج انور. واحنا ما عملناش حاجه غلط، احنا خلينا ورقه الجواز المضروبه ورقه جواز سليمه. هتلومنا على السليم؟ ماشي يا ابله حنان، مش هنلومك على الصح، بس انتوا اجبرتوا الواد ان هو يمضي غصب عنه. انا بقى جاي عايز حقي، عايز البيت تيجي البيت عندي عشان ده جواز رسمي، مش كده يا ابله ولا ايه؟ وبعدين لاول واخر مره مره زيك ما تعليش صوتها على الرجاله اللي زيي، فاهمه ولا لا؟ يا راجل هم شويه، خلينا نلحق نبلغ في النقطه قبل الفاس ما تقع في الراس. طب يلا بينا. بس ايه مستغربه ليه؟ مش هي دي الاصول؟ بنتك بقت مرات ابني، يعني معنى كده انها تيجي تقعد عندي في البيت، ودينه ما اعبد لا خليكوا تشوفوا اللي ما شفتوهوش في عمركوا قبل كده. عارفه اشغلها ايه عندي في البيت؟ اشغلها خدامه، اشغلها خدامه عندي انا، مش عندي انا وبس، لا ده انا اخليها تخدم كل واحد في البيت، ومش كل واحد في البيت بس، لا ده انا اخليها تخدم البهايم بهيمه بهيمه. ولو الواد جاله مزاج واخر النهار يطلع لها اهلا وسهلا، ما جالوش مزاج عنه ما طلع ولا اوعى يطلع. ولو ما سلمتنيش جوز الرجاله اللي انت انياهم عندك جوه، هاخد البنات دي يسلوا اختهم، وكمان يخففوا عنها الحمل، حكم الرجاله عندي كتير. حرام عليك يا حاج انور، عايز تاخدنا كلنا بذنب ابنك الواطي ده؟ حرمت عليك عيشتك، قسما بالله لو ما سلمتيني العيلين اللي عندك دول عشان اسحلهم في وسط البلد، لا اكون مندمك ندم تندمي عليه العمر كله. يلا هات انت اهو، هاتوا لي البنات دي. عمال تذكر عشوائية بسؤالي عائلة الرجالة. لو انت فاكر تعدي بعملتك السودة اللي انت عملتها دي، قسما بالله ده دفعك الثمن غالي وغالي قوي كمان. ثمن ايه يا حاج؟ حاسب نفسك؟ ده بدل ما تربي ابنك وتضربه بالجزمة على بقه على عملته السودة. خلي بالك يا حنان، قسما بالله كلمة زي ده تروح بابنك جثة من غير روح. وانت روح امك، راح تشتكي لابوك عشان اتجوزتها بالعافية؟ طب هتطلقها يا روح امك. يا هند يا هند، ارمي عليها اليمين يا ما تبصلوش يا هادي. اخلص اوعى يالا، اخلص جدع يا ابن الكلب. خش جوه حنان. اترمي هنا يا يلا ابراهيم، لما حاجه بسرعه. نروح فين يا بيه؟ نمشي من هنا بعدين نبقى نشوف. طب والواد ده هنعمل فيه ايه؟ الواد ده مش عايزين منه حاجه. يلا وانتوا واقفين تتفرجوا والواد بيتخطف قدام عينيكوا. ماشي انا هفرجك. ايه ده؟ اهو يا باشا، عشان سيتك ما كنتش مصدقني. مريحة يا جماعه، انت مفيش حد مالي عينك ولا ايه؟ لا سعاده الباشا مفيش اي حاجه، ده مشكل صغير مع اصحاب البيت وخلاص. هو اللي بيحل مشكل يتهاجم على ناس في نصاص الليالي برجاله وسلاح؟
لا سعادتك مش واخد بالك، هم خاطفين الواد ابني وانا جاي اجيبه. مين اللي خاطف ابنك؟ الوليه اللي اسمها حنان ومعاها جوز رجاله، هم اللي خاطفينه وقاعدين بيه جوه. يبقى انا كده مجني عليا يا باشا ولا لا؟ خش يا ابني فتشت البيت ده، خش بسرعه فتشت البيت. كل اللي حصل، احنا لا خطفنا حد ولا ضربنا حد. ابن الحاج انور جالي قال لي عايز اتجوز بنتي، قلت له عيب يا ابني روح جيب ابوك، قال لي لا بحبها. قمت مجوزاهم يا باشا، سطرتهم في الحلال. غلطت انا في حاجه؟ هو اول ما عرف الدنيا قامت ما عادتش يا باشا، قام جاب ابنه وجاب رجالته بيخوفني، واكبر ابنه يا باشا انه يطلع بنتي، كسر قلبي يا ولاشه. دي ولاشه كدابه يا باشا. شاهد يا باشا بيشتمني ببيتي، الحكومه تجيب لي حقي بقى. يعني ايه هو عور نفسه كده يعني ولا ايه يا ولية؟ انت مين اللي كان عندك اصلا حنان في البيت؟ ده الدكتور التمرجي يا بيل، قصدي الدكتور البيطري، ومعاه التمرجي بقى المساعد بتاعه. يعني اساميهم ايه؟ كتر خيرهم يا باشا وقفوا جنبي رجاله، لقوني ولية يا بيه ومعايا ولاية. انا جوزي اصلي في ليبيا يا باشا، مش عارفه مخطوف ولا عايش ولا ميت. لقوه بيتهجم عليا بقى وقفوا جنبي وقفت رجاله يا باشا. في واحد منهم يا باشا وكيل مقصوفة الرقبة اللي جوه، والبيانات بتاعته اكيد عند المأذون. المأذون؟ اجري يا ابني هات لي المأذون من بيته وخليه يجيب الدفتر بتاعه معاه. بص يا حاج انور، انت عايز تعمل محضر تعدي على ابنك، ده حقك، انا مش هتكلم معاك فيه. ولكن دلوقتي المحضر لما نيجي نكتبه في اتنين من هربانين مش عارفين نجيبهم، وفي نفس الوقت حنان عايزه تعمل محضر بتعدي عليها وعلى بيتها، وده برضه هيبقى حقها. انا شايف ان الموضوع كله موضوع نسب، وطالما اتحل بالطلاق ملوش لازمه المحضر. ولا انتوا قلتوا ايه؟ بص يا باشا، كل واحد ياخد حقه بالقانون، ومفيش حد يا باشا فوق القانون. يكتب لي تعهد ان هو اللي هيقرب لي ولا يقرب لبناتي ولا يقرب لبيتي، ولا هو ولا ابنه ده بقى طريق بنتي. خلاص مفيش حاجه بينا يا باشا ولا حد من رجالته. انا بقول لك يا باشا يا ست وحدانيه وعندي ولايه. خلاص بقى حقك، خلاص. قلت يا عم انور دي وليه جبارة يا باشا. هنهرش كفاية بقى سليم بيه. أنا لو أعرف إن أنا ههرب مع ضابط عمليات خاصة كنت حجزت لي أسبوعين في جيم. يا بيه حرام عليك. ده في عربية جاية هناك أهي، هنركب معايا طلعنا بس من الحتة اللي إحنا فيها. وده في حد هيجي له قلب يقف الاتنين في حتة مقطوعة زي دي؟ صح عندك حق، لازم نعمل أي حاجة عشان عربيته توقف لنا. مش هيقف إلا نلاقي واحدة حامل بقى بيجي لها الطلق في الشارع، ولا حد تعبان ولا مغمى عليه. صح، تتصق فيه ابراهيم؟ امال سليم بيه؟ ده انت اخويا، اخويا اللي انا اللي ما يعني اخويا كده اللي من بطن ام وابويا. ده كفايه بس تبت قلبك دي وشهامتك وجدعنتك، ولا عمرك ظلمت ولا افتريت على حد. حبيب ابراهيم. يابا يا سليم ده تمام؟ يا سليم اللي تعبته ده، انت مفتري، ده انت مفتري يا راجل. ايه اللي افترى ده كده؟ ليه كده يا اخ؟ بس بقى العربيه جايه، بس بقى واحد اقول لك اخو. معلش خلاص بتعدي. ماشي ماشي عشان العربيه. انت تمام؟ ايوه كنت تقول لي طيب بدل ما خدتني على اخوانا كده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش يا عم الحاج، معايا بس واحد صاحبنا كده بس تعب مني في الشارع.